قصة أخرى من قصص الرياضيين العرب التي تدمي القلوب. بطل جزائري نجح في الفوز على أسطورة الملاكمة فلويد مايويذر قبل 21 عاما في بطولة العالم للهواة، لكن من هو هذا البطل وكيف صارت حياته مقارنة بمايويذر؟ لنتابع. قليلة هي كلمة مأساة عندما نتحدث عن بطل جزائري كان من المفترض أن يكون بين العظماء اليوم، لكنه بات نسيا منسيا. الملاكم الجزائري نور الدين مجهود واحد من ستة ملاكمين كان لهم شرف الفوز على أسطورة الملاكمة فلويد مايويذر قبل الاحتراف. في عام 96 من القرن الماضي تمكن مجهود من إلحاق الهزيمة بالبطل الأمريكي في بطولة العالم للهواة ب8-6. عاد بعدها البطل الجزائري إلى بلاده فتاه وسط عشرات وربما مئات الأبطال بسبب سوء التخطيط. أما الأمريكي الخاسر فعاد إلى بلاده ليخطط لمستقبله مع مدربه ومسؤول الملاكمة. بطولة عالمية مع مايويذر كانت شوية صعبة، مقابلة شوية كما نقولوا منازلة قوية، والحمد لله فزت عليه بالنقاط وتأهلت الدور النهائي وحصلت على ميدالية فضية. ورغم الظروف تاعنا هنايا، ما احنا رانا قاعدين كيما هكا، لا شغل لا ساكن لا والو، وراه لاباس الحمد لله كيما نقولوا راه احسن ملاكم، ووضعية تاعو وضعية تاعنا فيهم ماشي كيف كيف. السنوات تمر، إنجازات وأموال طائلة تدخل في خزينة البطل الأمريكي، وفقر شديد يحل على البطل الجزائري الذي منح بلاده فضية بطولة العالم عام 96. مايويذر أصبح أحد أغنى الرياضيين في العالم الآن، أما مجهود فلا يملك بيتا يأويه ولا عملا ينفق منه على أسرته، ورغم ذلك لا يتوقف عن مد يد العون للملاكمين الشباب على رياضة الفن النبيل تنصفه مدربا بعد أن خذلته منازلا.